بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بحضراتكم على الهواء مباشرة في لقاء يوم الاثنين. رتب مباريات فوق المستطيل الاخضر، تجربة فريدة بتنفرد بها محافظة الشرقية الرائدة في هذا المجال. ايضا بعود بحضراتكم الاستوديو، هذه المحافظة الرائدة في تربية النشء وفي الافكار الجديدة والمتجددة في الاهتمام بالناشئين وبقطاعاتهم المختلفة ومواهبهم المختلفة، في اعداد وتربية وتفريخ جيل من الحكام. حاجة صعبة، ناس كتير بمجرد ما تنتهي او تعتزل لعبة كرة القدم لا تفكر في يعني امتهان مهنة الحكام كمهنة لاعتبارات كثيرة جدا انها الاقل دخلا والاكثر تعرضا للمشكلات والاقل نجومية والى اخره، وزاد الطين بلة كما يقولون، الاسعار الغلامية الخرافية التي نسمع عنها الان في عالم الاحتراف والاغتراف في كرة القدم، مما اطمع الكثيرين وجعل الاباء والامهات يعني يعزفون ابنائهم عن العمل التعليمي والحياة التعليمية ويتجهون ويفضلون كرة القدم، ولكن لا يفكرون ابدا في ان يكون الابن حكم. سؤال بيطرح نفسه، كانت محافظة الشرقية ولجنة حكام محافظة الشرقية رائدة في هذا الأمر وسريعة الخطى، اتجهت بذكاء يعني خلق مشروع اسمه الحكم الناشئ. تعالوا نطير حالا إلى محافظة الشرقية على الهواء مباشرة بصحبة رئيس اللجنة كابتن محمد منور، نتعرف منه على يعني هذا المشروع، إيه المقصود بيه وإيه الغرض منه وهل جاله ناس ولا لأ وعددهم إيه وقصتهم إيه. هذه قضايا كثيرة جدا هنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء على الهواء مباشرة مع كابتن محمد نوار. كابتن محمد برحب بيك. اهلا بيك واهلا بالقناة الرابعة. يعني استاذ زميلي محمد مطه في ارتفاع صوت السماعة الداخلية الموجودة معي الان علشان اقدر يعني اتمكن من سماع صوتك بشكل كبير. كابتن محمد، انا عارف ان انت طبعا من الحكام المحترمين ومن محبين كرة القدم والعاشقينها ولك باع لا باس به في هذا الامر يعني، واصبحت الان رئيس لجنة حكام الشرقية والمدير التنفيذي لهذا المشروع. عايز اعرف كيف تولدت هذه الفكرة، اولا جات لك منين الفكرة دي او مين صاحب الفكرة، ايه 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 اللي انتوا فكرتوا فيه وجالكوا ناس ولا لا يعني في هذا المشروع، ايه الحكم الناشئ ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بتوجه بالشكر للقناه الرابعه والقائمين عليها لاتاحه هذه الفرصه لعرض هذه التجربه اللي بالحمد لله بنتميز بيها زي ما سعادتك اشرت. احنا في بدايه عام 2006 تولى الدكتور نبيل ندى رئاسة منطقة الشرقية لكرة القدم، واحنا كان هذا المشروع كنا بنحاول نطبقه من خلال لجان الحكام السابقة. لما تولى رئيس منطقة اصبح عنده صلاحيات تنفيذ هذا المشروع. المشروع بيتلخص في فكرة اعداد الحكام قبل سن الالتحاق بالاتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم محدد سن 18 سنة لبداية الالتحاق بمجال التحكيم. فلما بيدخل اي لاعب عنده حب او رغبة في ان يكون حكم هذا المجال بياخد سنوات طويلة، 3 سنين في الدرجة الثالثة، 3 سنين في الدرجة الثانية، حتى يصل الى الدرجة الاولى. في خلال هذه السنوات بتتاح له فرصة ادارة مباريات في مسابقات الناشئين، لكنها لا تكون كافية لاكسابه المهارات المتميزة للحكم. من هذه النقطة يبدأ مشروع الحكم الناشئ. كويس. بالضبط زي مراحل الناشئين في فرق الدرجة الأولى والممتازة. أي مدارس كرة القدم ومراحل الناشئين الأولى. تمام. بس كابتن محمد، يعني دعنا نعترف، أولا أنا بحيي الدكتور نبيل، هذا الرجل العالم وهذا المفكر وهذا الرياضي الجسور، راجل محترم، واحنا نعرف عنه ان هو راجل صاحب فكر يعني عظيم. يعني ارجو ان تنقل له تحيات اسره البرنامج بشكل شخصي. يعني
وانا عارف ان الموضوع ده هيكلف. طب النهارده في مدارس كره القدم وفي قطاعات الناشئين الاب بيجيب ابنه ممكن يصرف عليه وما عندوش مشاكل، لانه الولد بينمي موهبه معينه والاب بعد كده مستني او ولي الامر مستني ان الولد يكبر وهيتباعه اي فرقه من فرقه تاخده ونجوميته يعني هتظهر وهتبقى يعني واضحه للجميع. طيب هل ده هيحصل في الحكم الناشئ؟ في ناس هتيجي، طب وناس هتدفع ولا انتوا اللي هتدفعوا لهم؟ طب هتدفعوا لهم منين؟ هتكلفوا الموضوع ده منين؟ هو ده الدور الايجابي لتطبيق التجربه في منطقه الشرقيه لكره القدم. ايوه. ان فعلا كان في بدايه الاعلان عن المشروع، ان احنا عملنا اعلان داخل المنطقه وداخل الانديه الشباب من سن 15 و16 سنه اللي له رغبه يلتحق بمجال التحكيم. طبعا في الوقت ده الولد عايز يلعب كوره مش عايز يحكم. ايوه. فاحنا قدرنا عملنا لقاءات مع عدد منهم واستخلصنا جزء اللي هو له رغبة وحب في التحكيم. ان التحكيم بيكسب الناشئ جوانب هامة جدا في الشخصية وكيفية التعامل مع كافة عناصر كرة القدم الاخرى. في المرحلة الاولى في سنة 2006 خدنا 12 ناشئ تحت 15 و16 سنة بالتحديد، وركزنا على ان يكونوا من اللاعبين في اندية الشرقية. أيوة. في المراكز المختلفة عشان في مسابقات الناشئين، علشان ما تقولش كمان عن اختيارات اللجنة الرئيسية او قانون التحكيم ان لابد ان يكون لاعب سابق، يعني ده شرط اساسي ان يكون لاعب كورة. فبالتالي لما يكون هو بيلعب كورة وبيتلقى بقى دورات في التحكيم بتكسبه الخبرة في مجال مبكر. تمام. الناشئ بيقعد معانا في المشروع 3 سنوات. احنا خدنا مواليد 90 ثم دفعة 8 مواليد 91 ثم دفعة 8 مواليد 92. احنا عندنا النهارده 25 ناشئ في خلال 3 دفع. تمام. الدفعة الأولى اصبحوا مهيئين لدخول التحكيم. طبعا لجنه الحكام الرئيسيه في اتحاد كره القدم لما بتعلن عن قانون دفعه جديده من الحكام، احنا هيتقدم 6 من هؤلاء الناشئين اللي التحقوا بالمشروع. كويس جدا. الفكره الاساسيه في هذا المشروع هو اكساب الخبرات العمليه والنظريه ووفقا لبرنامج معد بشكل علمي سليم. بالتاكيد. سيادتك اشرت لنقطة مهمة، التكلفة. منطقة الشرقية بتحمل تكلفة هذا المشروع حتى الآن دون أي دعم من أي جهة أخرى. من ميزانية المنطقة. الناشئ بياخد في الشهر 100 جنيه بدل انتقال و100 جنيه بدل تغذية وبيجيله لبس التحكيم والتدريب على نفقة المنطقة. احنا معمول برنامج تدرج من عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الانتقاء، انتقينا بعض الناشئين اللي لهم شكل جسماني ولهم جوانب شخصية متميزة واضحة، اتعمل لهم كشف هيئة. طبعا الدكتور نبيل مدى بجانب رئيس منطقة الشرقية هو عميد كلية التربية الرياضية في بنها وهو متخصص في مجال التحكيم. هو أول من حصل على دكتوراه في التحكيم ومتخصص في هذا الأمر. بعد كده اتعمل كشف هيئة. تمام. كشف الهيئة تبين فيه الجوانب الشخصية والنفسية والأمور اللي تكون مع المستقبل هي المؤهل الرئيسي والأساسي للحكم. طب كابتن محمد أنا هستأذن حضرتك، هنتوقف قليلا لرفع اذان المغرب اللي حان موعده هنا في محافظه الاسماعيليه، وبعدها ارجع لحضرتك مره تانية لمواصله حديثنا. برحب بحضراتكم اصدقائي مره تانية على الهواء مباشره في لقاء يوم الاثنين، لقاء الموضوعات. وكنا قبل ان يرفع اذان المغرب تحدثنا مع ضيفنا الكابتن محمد نواره رئيس لجنه حكام محافظه الشرقيه والمدير التنفيذي لمشروع الحكم الناشئ عن الحكام الناشئين وهذه التجربة الرائدة اللي بتنفرد بها محافظة الشرقية ولجنة الحكام في المحافظة ومنطقة كرة القدم في محافظة الشرقية على وجه الخصوص بهذا الفكر وبتنفرد بهذه الرؤية وبهذه التجربة التي تستحق منا جميعا التقدير والإشادة. أعود مرة أخرى وبسرعة شديدة إلى محافظة الشرقية أستكمل حديثي مع ضيفي الكريم الكابتن محمد نوارة. كابتن محمد يعني هرجع لحضرتك مرة تانية، حضرتك قلت إن تم انتقاء الحكام بشكل فيه يعني مقاييس معينة احنا عارفينها كلها، ولكن هل تم برضو مراعاة البعد الجغرافي للمحافظة الشرقية المترامية الأطراف وعدد مراكزها اللي بتفوق تقريبا 13 او 14 مركز، بحيث ان كل المراكز
يعني في مساواة في الاختيارات ولا كلهم من أبناء مدينة الزقازيق؟ عدد منهم يعني نقدر نقول تلت الحكام من الناشئين من مدينة الزقازيق، والتلتين من بلبيس ومن القمح والعزية وأبو كبير وبعض البلاد القريبة جدا من الزقازيق، لأن انتشار المشروع محتاج إمكانيات أكبر من المتاحة لنا. لكن التركيز الحمد لله بدأ يثمر عن نتائج إيجابية في هذا المشروع. تمام. يعني أنا عارف إن الشرقية طبعا ما شاء الله بلد عريقة وبلد فيها رؤوس أموال كبيرة جدا، وليس لك عيب من أن تلجأ أنت بشكل شخصي أو الدكتور نبيل ندى رئيس المنطقة لشركات مدينة العاشر من رمضان أو لكبار المستثمرين لتبني مثل هذا المشروع، لأن المشروع بقى مكلف ومرهق في بداياته إلى أن يصل بقى الحكم إلى مرحلة أو لدرجة من درجات التحكيم. يعني مفيش مشاكل يعني، وأعتقد وإحنا بنقدر نساعدكم في هذا الأمر من خلال هذا البرنامج. طبعا دي تكون فرصة كبيرة جدا وعظيمة، وتشجيع القطاع الخاص في مجالات الرياضة عموما، واحنا بنشوف تجربة الاسكواش والاستضافة بتاعت الشركات فيها، دي تكون قوة دافعة، لان طبعا كل ما زادت الامكانيات كل ما زادت امكانيات التأهيل بشكل اكبر. اصل هي قضية مجاوبة عن نفسها كابتن، يعني لو سألت حضرتك السؤال دلوقتي ليه اللعيبة لما بتعتزل او النجوم لما بتعتزل ما بيشتغلوش حكام، هتقول لي ما فيش شك الجانب الاقتصادي ما فيش فلوس، اطراف المجتمع ما فيش فلوس طبعا، ما بترعاش، ما بياخدش زي لو راح درب او حتى مساعد مدرب او حتى مدلك في مع فرقه او حتى مدير اداري او اي حاجه، هياخد فلوس قد كده، لكن حكم هيتشتم في المدرجات وهيتضرب بالطوب وهيصاب ومش هيلاقي حد يرعاه. ولكن انا طبعا ده كلام كان بيحصل، لكن دلوقتي طبعا احنا عايزين نقول ان لجنه الحكام الرئيسيه اقرت التامين على الحكام، واصبحت الحاله مختلفه، بقى في بدلات عاليه جدا، في 1000 جنيه اعتقد للدرجه الاولى الممتاز، و800 جنيه للدرجه الاولى، و500 للدرجه الثانيه، ووصل 3400 جنيه للدرجه الثالثه حد علمي. فالكلام ده يعني بقى نوع من الحافز لدخول النجوم الى حقل التحكيم، على الرغم من يعني ايا كانت الارقام فيها ارقام ضئيله، ولكن اهميه ميزه يعني. ما فيش شك طبعا ان مراعاه الجانب الاقتصادي، حتى ان حكم بيعد نفسه بدنيا وبيأهل نفسه طبيا، كل الامور دي بتاخد منه تكلفه، بالاضافه لان الوقت لابد ان يكون له مقابل. طيب التحكيم يظل التحكيم هو هوايه ومجرد عن الكسب المادي حتى الان. طيب انا مبسوط جدا بهذه التجربه، وعايز كل مناطق كرة القدم ولجان الحكام في جميع المناطق والمحافظات اللي سامعيننا دلوقتي يبلغوا بعض ويحاولوا يطبقوا هذه التجربة، واللي عايز يعرف ابعادها ولوائحها يعني افتح له بابك وافتح له احضانك ويجي لك يزورك في الشرقية في الزقازيق، وتقول له ايه اللي حصل عشان يحصل، لان احنا في احتياج، او يعني الساحة الرياضية في مصر محتاجة حكام متربيين صح تحكيميا عشان ما يحصلش اللي بيحصل دلوقتي. بسرعه طمني بس على الحكام الشرقيه دلوقتي حاليا، الناس اللي بتلعب عندك كام واحد على باب الدرجه الاولى، وعندك كام واحد يعني هنبدا نسمع عنهم قريب؟ الحمد لله احنا خلال الفتره السابقه اعدنا تاهيل للحكام الدرجه الاولى في منطقه الشرقيه، والنهارده بقى عندنا 3 حكام بيشاركوا كحكام صفاره في الدوري الممتاز به، نادر زكي واحمد نصر ومجدي متولي، وان شاء الله دول قريبا هنجدهم في الدوري الممتاز. عندنا رضا جبر حكم مساعد بيلعب في الدوري الممتاز، وان شاء الله نامل ان نصل به للترشيح للمرتبه الدوليه، وان شاء الله في مجموعه اعمارهم صغيره كابتن. الحمد لله احنا يتميز اعمار الحكام في الشرقيه، اكبر سن في الاسماء اللي قلتها لا يزيد عن 32 سنه، بقى لهم درجه اولى من سنه 2004، الحمد لله اكتسبوا الخبرات واحنا في انتظار اتاحه الفرص ليهم، وهم على درجه عاليه من الكفاءه. لا لازم يطلع، لازم يطلع، لازم يطلع للممتاز بقى، لان كده حرام 32 سنه، يعني لو ما طلعش السنه الجايه بقى يلعب 3 4 سنين مش كتير عليه، لازم يطلعوا، لازم انتوا ترعوهم والدكتور نبيل وانت، يعني روحوا بقى اقعدوا مع الكابتن حسام وشوفوا، لازم ياخد حد. احنا مش معقول الشباب يبقى فاضي. ان شاء الله طبعا في انتوا بقالكم كام سنه ما عندكوش حد في الممتاز يا كابتن نوار؟ لا يعني اللي بيلعب في الدوري الممتاز حكم مساعد. طب ده كلام. يعني برضه طب عدد الحكام اللي عندك في اللجنه تقريبا قد ايه؟ احنا عندنا 16 حكم درجه اولى
وعندنا 25 حكم درجة تانية. ماشي. ودول هم البنية الأساسية للمحافظة الشرقية، لأن احنا اخترناهم من حوالي 4 سنوات. ودول كلهم لاعيبة كرة قدم وبتتاح ليهم الفرص في دوري القطاعات ودوري المنطقة. والحمد لله مؤهلين على إعداد وتأهيل مناسب جدا إن شاء الله. في القريب العاجل هيعود حكام الشرقية في منظومة التحكيم في مصر، وإن شاء الله طبعا الكابتن حسام لا يبخل علينا بالتأييد. ماشي. والمساعدة والمساندة، وهو وعد بإتاحة الفرص، ودايما احنا بنثق في وعوده لأنه هو راجل صادق. وإن شاء الله يعود الحكم الشرقاوي إلى ساحة الدوري الممتاز قريبا بإذن الله. أنا بشكر مجهودك ومجهود الكابتن نبيل ندى، شكرا جزيلا كابتن موارة، شكرا جزيلا للدكتور نبيل، وإن شاء الله قريبا نكون عندكم ونحاول بالصوت والصورة نصور هذا المشروع الجميل العملاق، ونتمنى له النجاح ويخرج بالنور، والولاد دول يعني يلاقوا حظهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ان شاء الله احنا بنشكر هذه المسانده الاعلاميه من القناه الرابعه الرائده. شكرا لك كابتن، وان شاء الله نشكرك على هذا اللقاء، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك كابتن، شكرا جزيلا. فاصل قصير، بعده ننتقل الى قضيه هامه تهمنا جميعا في بيوتنا، وهي العنف الاسري. صلينا الفجر في بيت، صلينا في الحسين، صلينا الفجر في بيت.